اهلا وسهلا بيكم ومكملين مع بعض في مطبخ ست البيت. والنهارده هنعمل مع بعض طبقين مكرونه بالسي فود او بفواكه البحر، وهنعمل شاورما التونه. انا دلوقتي قبل ما اخش بدات بالفعل اسلق المكرونه عشان اتحرك بسرعه شويه. المكرونه لسه فاضل عليها شويه، انا مش عايزه اعملها مستويه على الاخر، هعملها نص سوا وهبتدي احضر حاجتي اللي هستعملها للصوص بتاع المكرونه. انا عندي الجمبري متقشر والجندوفلي مغسول، مفيش غير الكلاماري هو اللي هقطعه. تمام كده، انا مش عايزه الكلاماري ده كله، عايزاه كده هقطعه زي ما انتوا شايفين كده رفيع شويه، وهقصره مش عايزاه كبير عشان يبقى متوازي او متوازن مع بقيه مكونات الصلصه دي. ادي كده ممكن اخد كمان حتة كفاية كده. ادي كده الكلاماري جاهز، هشطب بس ايدي. طبعا احنا عارفين لما بنسلق المكرونة بنسلق المكرونة في مية فيها ملح وزيت وما بتغطيش الحلة. انا كده تمام المكرونة عشان انا مش عايزاها مستوية على الاخر، هصفيها. سخن شوية الدراع. تمام، هسيبها كده لحد ما تصفي ميتها اكون انا عملت الصوص بتاع المكرونه. هاجي هنا كده انا دلوقتي فتحت على الطاسه اللي هعمل فيها صوص المكرونه، هحط فيها زيت، هجيب الجمبري والكلاماري. الجمبري هقطعه نصين كده عشان ما يبقاش ايه تخين قوي كده. طبعا الجمبري هتشيلي منه كل القشر، ما تخليش قشر علشان في المكرونه بيبقى اسهل، مش هتقعدي تقشري. كمان بتكوني شايلة سلسلة الظهر ومنظفة، لأن سلسلة الظهر دايما بيبقى فيها رملة. تمام كده، استغسل ايدي من الجمبري والسمك والحاجات دي كلها. ودلوقتي هحط اول حاجة التوم علشان يتشوح. كده هحط عليه الكلاماري والجمبري. الحاجات دي كلها ما بتاخدش وقت خالص السوا. كده شايفين، وكمان هحط الجندوفلي. طبق سريع مريع، سريع جدا بياخدش وقت، يخلص بسرعة.
ومش هقول لكم على طعمه كمان بيبقى عامل ازاي. انا النهارده هعمل المكرونه بكلاماري وجمبري وجندوفلي بصوص ابيض. هحط حبه دقيق علشان انا عايزه الصوص يبقى تخين شويه، فهحط معلقه دقيق كده وهكمل تقليب. مش قادره اقول لكم ريحته حلوه قد ايه. دلوقتي هحط زعتر وهجيب شويه ريحان واقطعه. مش محتاجه المقص، ادي الريحان هاخد بس الورق بتاعه. وهقطعهم الريحان، ما ينفعش طبق المكرونة يخلى من ريحان او زعتر، ده اساسي. هقلب كده، خلي بالكوا علشان كله بيطرطش. هحط عليه دلوقتي الكريمة واقلب. انا محتاجاه بس يغلي غلوه صغيره ويبقى كده الصوص بتاعنا جاهز. ادي كده هحط ملح وفلفل. لازم اعمل حسابي ان المكرونه كنت حاطه فيها ملح. ادي الصوص جاهز. افكركم تاني بالمقادير بتاعة الطبق ده. حطينا الاول التوم شوحناه، وبعدين حطينا عليه الجمبري والجندوفلي والكلاماري. كلاماري كنا مقطعينه رفيع شوية علشان يمشي مع مقاس الجمبري والجندوفلي. بعد كده حطيت شوية دقيق شوحتهم، وحطيت زعتر وريحان، اديتهم تقليبة، ورحت حاطة الكريمة ملح وفلفل. بس كده كله يبقى استوى. هجيب مكرونة هحط مكرونة كده وهقلب. ادي ده طبق مكرونة جامد جدا، سهل وسريع، مخدش اي وقت زي ما انتوا شايفين. في ناس بتحبه بصوص احمر، تعملوش بصوص ابيض، اعمليه بس بالطماطم يبقى بقى سي فود بالصوص الاحمر. تحبي تعمليه روزيه، روزيه يعني خلطه الاثنين على بعض، ممكن تعمليه خلطه الاثنين على بعض. انا كده طبقي ده جاهز، ممكن نغرفه. خلوني الم الدنيا حواليا. اشيل دول كده. هجيب
الطبق بتاعي اجيب المهرفة. دايما تاخدي الصينية او الحلة او الطاسة او الحاجة اللي عامله فيها الاكل جنبك، ما تبقيش بعيد. مش قادرة اقول لكم ريحتها حلوة قد ايه، جنن. طبق مفيش زيه، السهل الممتنع. خلوني احط على الوش كده، هما مصرين يجروا لتحت. ادي كده طبقنا جاهز، احط عليه واحدة ريحان كده. كده يبقى طبق المكرونة بتاعنا جاهز. نطلع فاصل ونرجع لكم.